السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم يا أهل الخير. أتابع معكم ما فهمته من حديث سمعته للدكتور خالد حنفي رئيس لجنة الفتوى في ألمانيا، والفقيه وأستاذ الفقه في أكثر من جامعة أوروبية. تكلمنا عن ملف إصلاح الخطاب الديني في أوروبا. أعود وأكرر أن هذا ما فهمته أنا، ولا أقول على الدكتور ما لم يقله. ثم أنني أستخدم أسلوبا اسمه صف ولا تصنف، describe not judge، بسكريفا بدون ما أنت. أوكي، هنوصف الآن. تكلمنا في المقطع السابق عن السمات الحالية للخطاب الديني الإسلامي في أوروبا. الآن سوف أتكلم معكم عن ما هي السمات المرجوة، السمات المرجوة التي نرجوها للخطاب الديني في أوروبا. السمة الأولى أنه نرجو أن ينطلق من واقع أوروبي، عن طريق معرفة هذا الواقع ومعايشته، وعن طريق استخدام لغة البلد التي نعيش بها، وطريقة التواصل مع المجتمع. كل هذا مهم. لماذا يا إخوتي؟ لأن الكثير من هو يعني يتصدى للموضوع، مثلا الإمامة والخطابة، هو أولا لا يجد لغة هذه البلد، ولا يقرأ الأخبار، ولا يدري ما الذي يجري في هذا البلد. يكون في منزله يستمع إلى قناة الجزيرة أو إلى قناة أخرى مثلا معينة عربية، فهو يسمع أخبار التي تجري في بلاد العربية، ولكنه لا يدري ما الذي يجري في هذا البلد. وربما حصل طوفان في البلد التي يعيش بها، ولا يدري بهذا الطوفان إلا عندما تأتي المياه إلى أسفل قدميه. هذه حقيقة. كيف يستمع إلى أخبار البلد وهو لا يستطيع لغتها؟ هناك الكثير من الدعاة في هذه البلد بقى لهم أكثر من 20 سنة في هذه البلد، لكنهم لا يستطيعون السويدية كمثال، أو الألمانية أو غيرها. نعم، لابد لمن يتصدى إلى هذا العمل في هذه البلاد أن يفهم مفاتيح هذه البلاد، ولن يستطيع التواصل مع أهل هذه البلاد إلا إذا استطاع لغتهم. ومن تعلم لغة قوم أمن شرهم وعرف خيرهم وفتح أبوابهم واستطاع التواصل معهم، وهذا ما نريده. ونريد أيضا لهذا الخطاب أن يكون عقلانيا، أي الخطاب هنا في هذا الشباب الذين تربوا في هذه البلاد. يا إخوتي، حقيقة هذه بالبداية الواحد لا ينتبه لها، ولكن بعد فترة عندما يتحاور مع أبنائه، أبناؤه هو نفس اللي عايش معهم، فيجب أن طريقة تفكيرهم غير طريقة تفكيرنا تماما. نحن عاطفيون مشاعريون، هم عقلانيون، فلا تستطيع أن تصل إليهم عن طريق المشاعر، لابد أن تصل إليهم عن طريق المعلومات، عن طريق الأبحاث، عن طريق الدراسات. كان أحدهم يريد يخاطب شابا، هذا الشاب يعني يحب الزنا ويرغب به، فهو ظن أنه إن سأله أترضاه لأختك أو لأمك، ظن أنه سوف يجيبه طبعا ما أرضاه. وإذ بذلك الشاب يقول له: طيب يعني شو المشكلة، هي حرة، اللي بده إياه بتساوي. انتبهتوا؟ طريقة تفكير غير تماما، فأنت ما استطيع تخاطبه بهذا الخطاب. فهمتوا موضوع الأرض وموضوع هذا؟ بدك تعرف شلون بدك تحكي معه. هذا ما عنده الموروثات اللي انت عندك او الاسس اللي انت عندك. هذا كمثال يعني. نريد ايضا ان يكون هذا الخطاب علمي، دراسات واحصائيات. هذه نقطة مهمة جدا، انا تأثرت بها كثيرا عندما ذكرها الدكتور، لان هذا ما اعاني منه. دعاة لهم في مجال الدعوة 40 و50 سنة، وهم ينشرون إشاعات
عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وبما يذكرونها في خطبهم أيضا، كلمة أشياء ليس لها أي أساس علمي. يا إخوتي، الآن الدنيا قائمة على العلم، على الأبحاث العلمية، والأبحاث العلمية شغلة اسألوا أهل الطب. أهل الطب مو معناته إذا دراسة، يعني سمعت والله في دراسة صارت بأستراليا إنه اللي بيغطي رأسه وقت يدخل الحمام بيصير معه كذا. ما هذا ليس دليل علمي. مجرد وجود دراسة حتى لو أجريت في جامعة لا يعني أن هذا الكلام يعني أصبح كلاما علميا، لأن الدراسات تخضع حتى الأبحاث الطبية والأبحاث تخضع لتدقيق شديد جدا، ولكل بحث له مستوى معين من المصداقية بناء على الطرق التي استخدمها، بناء على عدد المشاركة، بناء على الأمور الإحصائية، يعني أمر معقد جدا. فلا يعني مجرد أنه والله قرأت خبر أن هذا الخبر صحيح، وخصوصا في هذه البلاد أنهم يعلمونهم شيء اسمه الشيء الكريتيك، يعني الكريتيك of the source، يعني هذا السورس أنت منين جايبه؟ أنت بتحكي كلمة دغري هنا بيدخلوا على الإنترنت وبيدوروا عليها. يا أخي منين هذا جاب هذا الشيخ؟ منين جاب هاي خرافة؟ هاي الشيخ عم يحكي خرافات. هذا وين إحنا عايشين؟ أنا دخلت قال والله في دراسة، أنا دورت على الدراسة ما لقيتها. فبدك تكون يا أخي أنت عندما تخاطب هذه الجماهير يجب أن تكون على فعلا على متأكد، وعندك الأبحاث وين موجودة وأني جامعة ومن قال ذلك وما هو الرد عليه، وهل تم انتقاد، هل تم إلغاء هذه الدراسة. أمر معقد جدا. لكن لا تقول لا إذا كنت لا تعلم فعلا فلا تذكرها، خصوصا عندما تكلم في مجال العلم والطب والفلك. انتبه انتبه جدا انتبه. السمة التي نرجوها أن يكون خطابا إنسانيا، وهذا حقيقة يعني واحد هذا اسمه يعني ينتقد الإنسان ذاته. نحن خطابنا ليس إنسان، ولا أغلبنا لا يعنى بالإنسان بغض النظر عن كونه مسلما أو غير مسلما. يعني تركيزنا على المسلمين صحيح، لكن هذا لا يمنعنا من أن نخرج إلى الدائرة الأكبر وهي الدائرة الإنسانية، ونهتم بأمور آلام الناس جميعا، نهتم بآلام الناس الذين يتألمون حتى لو لم يكونوا من لغتنا أو من عرقنا أو من لغتنا أو من ديننا. هكذا يجب أن يكون خطابنا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل الناس كافة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين، لكل الناس، مو بس مو معناته والله إذا صار والله مثلا صار تسونامي أو صار مثل كاترينا روح مو بس انه نزعل على هالمساكين الفقراء اللي ما لهم ذنب، يعني نزعل عليهم مو على الاقل نساعدهم، لا نشمت فيهم كمان، الله لا يقيموا، خرجوا ان شاء الله يموتوا كلياتهم. ما بصير هذا الكلام. هذا ليس خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدا. الخطاب نريده ايضا ان يكون يتفاعل مع كل الناس، ليس فقط مع المسلمين، ويحمل آلام كل الناس. نعم. وأن يكون خطابا واقعيا لا يحبس نفسه في الماضي. نتكلم على الشيء اللي عم يصير، نتكلم على البلد اللي احنا عايشين فيها، نجيب من هون ومن هون، بنعمل توازن يعني. وأن يكون جديدا بتجديد روح الإمام. وهنا ذكر الشيخ الدكتور شغلة مهمة جدا، التهذيب الداخلي للإمام. عندما الإمام يصلح ما داخله، يصلح داخله فيضيء قلبه فيستطيع أن يحس بما حوله. عن طريق إذا ركز الإنسان بس كان دائما أفكار وآراء وخطابات وما ركز على الناحية الروحية، ما ركز على تهذيب نفسه، على الأذكار، على قراءة القرآن، على العمل في السر، مثلا صدقة السر أو العبادة بدون ما أحد يعرفه، وله خلوة مع في المسجد يصلي ويعبد دون أن يكون أحد يعرفه. وذكر أن الشيخ الغزالي رحمه الله كان له على أظن يعني الشيخ الغزالي كان بعض الأحيان يختفي لمدة أسبوع
لا أحد يعرف أين هو. كان يذهب إلى مسجد لا يعرفه فيه أحد ويتعبد هيك بالحال بدون ما حدا يشوفه بالسر. ما من مو هذا الشيخ محمد الغزالي، الشيخ محمد الغزالي لا، يعبد ربه هيك ويرتاح، ينظف قلبه. لما ينظف قلبك بصير عندك شيء emotional intelligence، بصير عندك ذكاء عاطفي، بتحس بآلام الناس، بتقرأ وجوه الناس، بتعرف شو آلام الناس بتحس فيه، وما تكون بعيد عنهم وعايش بالمنبر العاجي تبعك. نعم. نريد أيضا بهذا الخطاب أن يستبطن الوجود الإسلامي بالغرب، يعني يحس أنه كأنه هو عم يأثر على الوجود الإسلامي هذا، من ناحية أنه يخاف عليه، يخاف على الناس هاي. مو والله بس أنا بدي أقول اللي بدي أقوله وإن شاء الله تخرب، بدي تخرب ما بيهمني. لا، ما بيصير. دلون أنت برقبتك دلون المسلمين في الغرب، إذا بدك تقول شغلة بدك تضر وجودهم في الغرب، معناته أنت ما تحمل همهم ولا تمثلهم أصلا. يجب عليك أن يكون ألمك ألمهم وخوفك على مصالحهم. نعم. ونريده أيضا أن يجمع بين الوضوح والعمق، ويتجنب الابتذال والهبوط، ونفس الوقت يتجنب الغموض. يعني كم لا أنه تحكي كلام عالي كتير الناس ما تفهمك، ولا أنه يكون تحكي كلام يعني مبتذل مثل أولاد الشوارع. ما يليق بالإمام أن يتكلم، حتى لو كان المضمون الكلام جيد، ولكنه لا يليق به أن يتكلم كما يتكلم به الرعاة، يعني أو يعني الذين لا يراقبون كلامهم يعني. وأن يكون عملي عكس نظري، أي تبنى عليه نتيجة عملية. هذا بركز عليه. ماذا يفيد خطابك بالنسبة للحياة العملية؟ كيف يسهل على الناس حياتهم ويقربهم من الله؟ عوض أن يكون مجرد أخبار نظرية. هذه بالنسبة للسمات المرجوة. جزاكم الله كل خير، وجزا الدكتور خالد عنا كل خير، وبارك الله بكم. المقطع الثالث سوف يكون المحاذير، ما الذي يجب علينا أن نحذره في خطابنا الديني في الغرب. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.